العناوين العالمية، ونبدأ عن الهدوء الذي يتم الحديث عنه في غزة. هنالك من يرى بأنه ليس هدوءا، إنما هو مكر يدبر بالليل. في وكالة وفا أبو يوسف، ما يتم الترويج له تحت مسمى تهدئة في غزة محاولة لتمرير ما يسمى صفقة القرن. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن ما يتم الترويج له تحت مسمى تهدئة في قطاع غزة هو مجرد محاولة لتمرير ما يسمى صفقة القرن وتكريس مفهوم فصل الضفة الغربية عن القطاع، وكذلك إدراج المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية موضع التنفيذ. وأضاف أبو يوسف في تصريحات لتلفزيون فلسطين، إن موضوع التهدئة هو شأن وطني فلسطيني عام ولا يحق لأي فصيل عقد أي اتفاقات بشكل منفرد، مشيرا إلى أن منظمة التحرير هي وحدها صاحبة الوصاية في إبرام الاتفاقيات التي تتصل بالشأن الوطني الفلسطيني. وأشار إلى أن حركة حماس مطالبة الآن بالمضي قدما في إنجاح ملف المصالحة الفلسطينية وقطع الطريق على المتربصين بالمشروع الوطني والمشاريع الهادفة إلى تصفية القضية، لا سيما في ظل التبعات السلبية الكبيرة التي خلفتها سنوات الانقسام. وفي موقع بكرة، الفلسطينيون يستعدون لجمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية. يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لجمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية التي ستأتي ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار التي تنظم منذ نهاية آذار الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية. خبر ملفت في إسرائيل هيوم جاء بأن بيانات مفاجئة عن الانتحاريين الجدد، طبعا هذه ترجمة حرفية من إسرائيل هيوم، ما الذي حفز موجات الإرهاب الأخيرة كما جاء في الصحيفة؟ وفقا لدراسة جديدة أجراها بروفيسور أرئيل مراري والبروفيسور بوعز جانور بالتعاون مع وزارة الأمن، نفذت من بين 700 إرهابي حسب وصفهم، كان الهجوم على اليهود هو حل للضيق الشخصي، بمعنى بأن غالبية من نفذوا هذه العمليات يعانون من ضيق ومشاكل شخصية ورأوا بتنفيذ هذه العمليات حل للهروب من مشاكلهم، حسب ما ادعت إسرائيل هيوم والبروفيسوران اللذان قاما بهذه الإحصائيات. وفاء لشيمون بيرس، جاء في معريف إطلاق اسم بيرس على مفاعل ديمونا. قرر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إطلاق اسم الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيرس على مفاعل ديمونا النووي، ويعتبر بيرس مؤسس المفاعل الذي تفرض إسرائيل تعتيما مشددا على نشاطه، بينما تؤكد تقارير على أنه أنتج ترسانة نووية كبيرة. وذكرت صحيفة معاريف الجمعة أنه ستتم إقامة مراسم في الذكرى السنوية الثانية لوفاة بيرس في نهاية الأسبوع المقبل، وبعدها ستجري مراسم أخرى في مفاعل ديمونا في جنوب إسرائيل من أجل إزاحة الستار عن لافتة تحمل اسم بيرس. وسوغ نتنياهو هذه الخطوة بأن بيرس عمل كثيرا من أجل إقامة هذا المشروع الهام، وهو مشروع هام لأمن إسرائيل على مر الأجيال. وأعتقد حسب نتنياهو أنه من الجدير واللائق تسمية القرية باسمه، في إشارة إلى الاسم الرسمي لمفاعل ديمونا وهو قرية الأبحاث النووية. ولفتت الصحيفة أن بيرس يعتبر الذراع التنفيذي لرئيس الحكومة إسرائيل، رئيس حكومة إسرائيل الأول دافيد بن غوريون، في إقامة مفاعل ديمونا وبناء القوة النووية الإسرائيلية. وفيما زعم بيرس أنه رجل سلام وهكذا يصور في إسرائيل، استقبله زعماء عرب كأنه يحمل هذه الصفة. ويذكر بأن فرنسا وافقت على مساعدة إسرائيل في إقامة مفاعل ديمونا النووي في أعقاب المشاركة الأخيرة في العدوان الثلاثي ضد مصر عام 1956. ونحن على أبواب الانتخابات، نحو 60 يوم فقط يفصلنا عن انتخابات السلطات المحلية. جاء بأن 6 نساء عربيات على الأقل سيترشحن للانتخابات في مواقع أولى،
أطلقت كيان تنظيم نسوي حملة خاصة وموسعة تحت عنوان دورك، هدفها تعزيز حضور ومشاركة النساء العربيات في الحيز العام. هذا الأمر التي تقوم به مجموعة من الجمعيات، لا سيما أيضا طبعا مبادرات صندوق إبراهيم. ودائما هنالك مطالبة بأن يتبوأن النساء أماكن متقدمة في السياسة القطرية والمحلية. أيضا تذكير في القائمة المشتركة لأول مرة لدينا اليوم بعد دخول نيفينا برحمون 3 عضوات كنيسة. للحديث بتفصيل أكثر عن المطالبة بمشاركة النساء العربيات في الانتخابات السلطات المحلية، معي عبر الهاتف السيدة علا نجمي، مديرة مجال القيادة للنساء والشباب في مبادرات صندوق إبراهيم. علا يعطيك العافية. يعطيك العافية وائل. علا، لماذا هذه المطالبة؟ لماذا من المهم أن تدخل المرأة في مجال شائك معقد، فيه عائلية، فيه طائفية أحيانا، فيه ما فيه من العقد الاجتماعية التي يعيشها مجتمعنا العربي في الداخل، والتي تظهر بصورة أو بأخرى في انتخابات السلطات المحلية؟ إجابة على سؤال لماذا على النساء أن يكونوا في مواقع اتخاذ القرار تحديدا في السلطات المحلية، ببدأ في الإجابة أنه إحنا جزء من هذا المجتمع، جزء من الأقلية العربية الفلسطينية الموجودة هون في البلاد. لنا الحق في الترشح في الانتخاب كما يحق لأي شخص آخر. في اعتقادي أنه السياسة هي محل، وبتحديدا سلطاتنا المحلية محل اللي من خلاله أنا ممكن أني أأثر وأغير في مجتمعي، وبالتالي إلي الحق أنه أخذ هاي المعركة إذا بدنا نسميها معركة، بهدف أنه كمان أجيب صوتي وكمان يعني أعمل التغيير اللي لازم يكون في مجتمعي زي أي رجل آخر يحق له أنه يترشح في انتخابات السلطات المحلية. لا شك أنه مجالسنا المحلية وأجواء الانتخابات للسلطات المحلية هي أجواء صعبة، وأنا بآمن وبفكر أن النساء عندهن قدرة أنهن يقودوا هاي الأجواء بطريقة أنجع وبطريقة أحسن وبطريقة صحية أكثر لمجتمعنا، بهدف تحسين صورة مجتمعنا، بهدف رفع مجتمعنا بكثير من المجالات وكثير من المستويات، لأن النساء عندهن القدرة أنهن يطلعوا على الصورة الشمولية بشكل أوسع كمان. نعم، بالنسبة للمشاركة في الانتخابات للعام 2013، بين العام 2013 وبين العام 2008 هنالك كان تقدم ما، والآن هنالك 6 نساء في أماكن متقدمة، يعني الوضع يتحسن صحيح؟ إذا بنطلع على آخر 15 سنة في قضية تمثيل النساء في السلطات المحلية، في نوع من التجاوب ونوع من التعاون الإيجابي أو الصورة الإيجابية في قضية تمثيل النساء، حتى كمان في قضية تعامل الإعلام معها بتغطية أخبار وقضايا اللي هي بتتعلق في النساء والانتخابات في السلطات المحلية. وكثير والعديد من الجمعيات المجتمع المدني اليوم اللي سواء الموجودة في المجتمع الإسرائيلي العام أو في المجتمع العربي بيشتغلوا على قضية تمثيل النساء، في العديد من الائتلافات اللي بيشتغلوا على هذا الموضوع، ومن ضمنهم أيضا ائتلاف بلديات اللي إحنا في مبادرة صندوق إبراهيم جزء منه بدم 23 جمعية اللي بيشتغلوا على قضية تمثيل النساء في كل السلطات المحلية في إسرائيل اللي هن 265 سلطة محلية. انتخابات 2008 كان في عنا 149 امرأة مرشحة، شفنا القفزة بالانتخابات 2013 كان في تقريبا 300 امرأة مرشحات لانتخابات السلطات المحلية، من ضمنهن كانوا 125 امرأة في أماكن متقدمة. ولما بنحكي أماكن متقدمة بمعنى أنه هي بين المحل الأول للمحل الخامس، لأنه في بعض البلدان المحل الخامس هو مكان مضمون. الانتخابات هاي احنا شايفين انه في تجاوب لقضية تمثيل النساء، النساء معنيات انهم يخوضوا هاي المجال، وعنا النساء اللي هن اعلنوا عن ترشيحهم حتى لرئاسة سلطة محلية وليس فقط في اماكن متقدمة في القوائم. لحد الان في اعلان او معروف عن 25 امرأة اللي رح يترشحوا في كل البلدات العربية. هذا العدد لا يمكن مقارنته أو اعتماده كعدد كإحصاء إلا بعد ما تتسكر القوائم الانتخابية، أي بنهاية شهر 8 اللي احنا موجودين فيه لما تتقدم القوائم النهائية لوزارة الداخلية. نعم. وبناء عليه نقدر نفحص
التغيير الحاصل ما بين 2013 لل 2018 السنة اللي احنا موجودين فيها. لكن لا شك أن قضية تمثيل النساء صار في وعي أكثر في مجتمعنا لأهمية وجود النساء في هاي المحلات. القوائم الانتخابية سواء كانت عائلية أو حمائلية أو طائفية صار في نوع من الاهتمام بأنه النساء يكونوا مرشحات داخل القائمة حتى لو في أماكن متأخرة. وأنا بفكر تذويت الصورة الإيجابية لأنه النساء يكونوا في هاي المحلات بتصير لما إحنا كمجتمع سنة ورا سنة ورا سنة، انتخابات ورا انتخابات، منزيد من نسبة تمثيل النساء لحتى نوصل لنسبة اللي هي متساوية. وأخيرا علا، صحيح بأن أحيانا المرأة تكون هي العائق أمام الترشح، بمعنى يعني النساء هن من يرفضن في كثير من الحالات. وهي كمان مقولة صحيحة، ما ننساش وائل أنه النساء بسلم أولوياتها اليومي يقع على عاتقها العديد من المهام، هي كمان أم وكمان عاملة وكمان ربة منزل وكمان بدها تكون في المجال السياسي، بينما الرجال اللي موجودين في المعترك السياسي هذا هو عملهم اللي بيعتاشوا منه. وكثير من النساء اللي واحدة من الصعوبات اللي يخوضوا فيها أو يترشحوا فيها لانتخابات سلطات محلية هو الجانب المادي، كونه هذا عمل ثانوي اللي هو يضاف على المهام اليومية اللي هي مسؤولة عنها وعلى تعدد مسؤولياتها. بالإضافة لهيك كثير من الأحزاب والحركات السياسية ما عندهم اهتمام لاحتياجات النساء. لما حزب معين بيعقد اجتماع سياسي الساعة 8 مساء وهو بيعرف أنه جزء من الناشطات عنده في داخل الحزب هني كمان أمهات، واحنا بنعرف الصعوبة في هاي الساعة بانه اذا انا ام بدي احضر اولادي للنوم، فبالتالي سلم الاولويات هنا بيختلف. فهنا في حاجة انه نذكر انه في اهمية انه كمان نلتفت لاحتياجات النساء حتى نساهم بانه النساء هيكونوا في هذا المحل. الناشطة علا نجمي، مديرة مجال القيادة للنساء والشبيبة في مبادرات صندوق إبراهيم، شكرا لك على هذا التوضيح.